صح لازم نرفعها قصتنا ولين ان شاء الله الحياه غزه ان شاء الله لازم حدود هذه شنو انا الرغوج هذا دعوت مع غار بعض من الحياه ان شاء الله غزه ان شاء الله ذي الفطريه ذي الفطريه متوغث باللع مريتش يعني مش غيقاره واش ايوا هادي ما توا ناك من ديك اثنين بخير ما لقيتنا ايه الفطرة قبرت يعني الفرق قبرت قبرت جو خسو يعني سي وضع موتا خسو موتا ولا خسو موتا لان كورونا جو تتكتب 99 مهم هاي كنت جاي 99 كنت جو بيخي تستقى قوبر يعني تغل الوضع حاليا على الوضع يقصح خوف يقصح ما يقول بير استغسي ان شاء الله 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 ايش نوريني ذاك يا خزان عافاكم عايز المهم تميغو شاء الله تاكهم مرغة لقد كانت هناك دورا غيرت حاليا يعجبه مرحبا الحمد لله اشرف السلام عليكم البركه اليوم سيدي ربي المرخبه نعم سيدي قطعت ان شاء الله مش مش تقبل المرخبه يعني مش جوسه نفاح نعم سيدي مليح السمر خان قوالو خنمول الحركه والو المازوت يغرى التصميم تمشي يعني التصميم هو قال لك قلت انا حاليا تكذا غايب يا اخي نين تكناي كمل ناي كمل يعني ونيك ونيك خدم من مليح تسك ثلاثه اربعه ما نقول غايب يا اخي كان صوم انت خاص خان اربعه يا اخي شي وان تكسيك سي 60 دورو يقبر يقبر شحال واحد كمي يا اخي تو عندك 10 انا عاجب بطيجي يا اخي ان توس سي قاموت هذا يعني خبر خاص مليش شي غادي يثري هات يبدا تيري بالدن والله لا بتري بالدن ديها تكسي والو مرض الخوخه تويدات كيف جاك الخبر ان مليليا يعني الابواب ديالها غتفتحوا خويا مليليا جاتنا واحد لافر زعما واحد الشيء رائع واحد الشيء مزيان انه كنتمناو هذا الشيء شحال وحنا كنتمناوه انه كاينين الناس اللي عندهم عائلات وعندهم والدين وعندهم احبابهم وعندهم بزاف ديال لافر اللي ما شافوهم فدابا كاينين اللي في الغربه في اسبانيا وداك الشيء وهما كيجيهم يعني باش لافر باش يطلعوا واحد كرفيس واحد لافر ودابا مزيان الحمد لله وكلشي مزيان ان شاء الله وحنا يعني من بعد ما تحلم لي بزاف ديال الحوايج ان شاء الله غيتبدلوا ان شاء الله يا ربي الناس غادي تولي المكان ديالها والناس كانوا بزاف ديال اللي كانوا محرومين من العائلات ديالهم والفاميلات ديالهم ودابا غادي تكون الدعوه مزيانه ان شاء الله ان شاء الله.